حماس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا قلب. كان خليته غازي يبي. ما غازي يدير كاميرا السناب مع الرمي وهذا اصلا الى ابوي نبي نسمع من المحاورات، ترى قاطعنا منها لك فترة. والله المحاورات قليلة انا متابعتي لها، لكن عجبتني بيتين اللي حبيبي وصل العطياني يعني من ضمن المحاورة. كان حبيبي بيحكي عن موضوع يخصه، الرجل واقعي يعني الموضوع يخصه ورد عليه. يا هجوسي كل ما يطري الوقت القديم، ما طرى لي غير كلمة ما أحب أقولها، سرها في خاطري وقع وسط الصميم، كل ما أقف حولها قلت مقبل حولها. قال وصل لا تحزن تعود من إبليس الرجيم، آخر الفرسان ما وصلتك بخيولها، كل ما خيلت براق قلت الله كريم، والسحابة ضاقت الأودية بسيولها. الله الله تسالم، الظاهر إنها واضحة هذه يا أبو. والله عاد المعنى في بطن الشارع. المحاورات القديمة يا قلبي. حورات القديمة صياف أبو مشعاب الله يرحمهم والبادي صياف يقول أبعد يا أبو مشعاب جمر النار لا تقرب، لا تقرب الجمر الحمر بثيابك المسبلة، اشرب من الممن تلاقي لك لبن تشربه ما عاد فيه ديوس مصرورة ولا مبهلة. الله قال أبو مشعاب الله يرحمه أنا يا ابن عواد أخذت من الزمن تجربة، واللي ما يحسب للعواقب لا يسوق جمله، تمر الحسا ما له مبيعة وسط سوق تربة ما له زباين في علو السوق ولا أسفله. الله 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 يرحمهم جميعا. مطار ترند اليومين هذه يا أبوي، نبى شيء عن المطر، عن السجة، عن الروحة، الجية، عن النشامة، ها؟ الله يرزق. خابر كانت مثل الوسم ما تخطي. الله يرزق، الله يرزق البلاد والعباد. آمين. ويطرح البركة إن شاء الله. آمين آمين يا أبوي.